حملة ال 16 يوم لمنهضة العنف ضد النساء دي حملة دولية بتتعمل كل سنة في ميعاد محدد، بتبدأ من 25 نوفمبر ل 10 ديسمبر. وفي يعني سبب رئيسي للمواعيد دي تحديدا، وهي ان 25 نوفمبر ده هو اليوم العالمي لمنهضة العنف ضد النساء، و10 ديسمبر هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. دي الحقيقة مش أول مرة نظرة تشتبك مع الحملة دي. نظرة اشتبكت معاها من سنتين، كانت أول مرة من خلال كتابة تدوينات ومقالات بتتنشر أونلاين يعني على الموقع الإلكتروني الخاص بالحملة المعنية. وفي تاني سنة اللي هي كانت السنة اللي فاتت، اشتركنا مع كذا مجموعة ومنظمة، عملنا حملة اسمها صلاحة في دماغك. وصلاحة في دماغك كانت حملة بتتكلم عن تحدي التبريرات المجتمعية اللي بتستخدم من قبل الجميع لتبرير العنف الجنسي ضد النساء في المجال العام. السنة دي حملة قانون نشاز، وهو اسم غريب شوية، بفكرة انه نشاز بمعنى ان قانون العقوبات المصري فيه مواد كتيرة جدا للأسف بتنتهي بيها الحال، يعني انها ما بتنصفش المرأة او الناجية من جرائم العنف دي، وفي نفس الوقت بيبقى فيها تمييز واضح وصريح ضد النساء بالذات اللي بيتعرضن للعنف في المجال الخاص. واحنا عندنا مادة كده لطيفة ظريفة الغضاب بيستخدموها احيانا، مادة 60، اللي هي بتقولك ان بتسقط اي عقوبة في حالة ان ده حق تأديب للزوج، اللي هو تأديب لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وان هما لازم لا يبقى عندهم نظرية الحماية يحموهم، او نظرية ان هي تتأدب، او ان هي لازم تتوجه. الحملة السنة دي هتبقى بتركز بشكل أساسي على توضيح الإشكاليات الموجودة في قانون العقوبات المصري. هتبقى بتركز على مواد محددة زي المادة 267 الخاصة بتعريف جريمة الاغتصاب، مادة 268. هتبقى بتتطرق إلى الإشكالية الخاصة بتعديل المادة 306 اللي أقرها الرئيس السابق المستشار عادل منصور الأول مرة كانت بتعرف جريمة التحرش الجنسي في مصر. القانون هنا بتاع مادة التحرش اللي هي اتغيرت، أنا عندي حقيقي إشكاليتين فيها. الإشكالية الأولى إن هو ما حصلش فيها ترويج ولا وعي للجهات اللي هي معنية بيها، يعني سواء الشرطة اللي هي المفترض تساعد، أو الناس كمان اللي هي المجتمع يساعد فيها. وفي نفس الوقت هتبقى الحملة بتطرح رؤية المجموعات والمنظمات النسوية ليه بالظبط التعريفات أو الحاجات اللي المفروض تبقى موجودة في قانون العقوبات المصري، بحيث انها من شأنها تقدر تقدم او توفر تعريفات وافية وشاملة مواكبة لشكل الجرائم اللي بيتم في مجتمعنا المصري اليوم ومن سنوات عديدة الحقيقة. وفي نفس الوقت ايه الحاجات اللي المفروض تبقى موجودة اللي من شأنها فعلا تقدم انصاف حقيقي لحق النجيات والنساء اللي بيتعرضنا لكافة انواع الجرائم المشار اليها. ومسألة العنف بيتجسد فيها قوي التماس ما بين الدولة أو المؤسسات الرسمية وسياساتها، وما بين المجال الخاص اللي هو الأسرة والعلاقات الحميمية للإنسان. وده اللي بيخلي مقاومة العنف وأساليب مقاومة العنف صعبة. هو أكتر موضوع عندنا منتشر وإحنا حابين تكون الدولة ليها تشريع فيه أو قانون فيه، هو موضوع زواج القاصرات. إن الست مش بتكون أو الطفلة بمعنى أصح مش بتكون عندها حرية التصرف في انها تقول ايوه او لا، وكمان ان في كارثه بتحصل ان هو بيتم زواجهم زواج عرفي او بيكون من غير جواز، يعني بمجرد ان هي بتوصل للسن القانوني بيقوموا بتوثيق العقد او بيقوموا بتجوزها بقى المأذون. فدي ازمه كبيره بتتعرض لها الستات، واحنا كمان لما بتجينا بنت او طفله عايزه تبلغ عن الموضوع ده ما اعرفش نساعدها ازاي. يعني بتكون مخطوبه مثلا وهي عندها 12 سنه او 10 سنين، المفروض ان هي هتتجوز بعد سنه او بعد سنتين، احنا مش بنكون عارفين نساعدها ازاي. في اسوان اشكال كتير من العنف، بس اسوان مجتمع قابل شويه، ففكره الحكي فيه والكلام عن المشكلات مش كتير، مش ستات كتير بتقدر تتكلم وتحكي عن انواع العنف اللي هي بتمر بيها. فانا مشكلتي القانون، لازم يصدر قانون للعنف بشكل واضح ومفصل يبين بالظبط ايه هو العنف، تعريف للعنف، وايه هي الجريمه العقوبه المفروض يستحقها مرتكب هذا العنف. احنا محتاجين نتكلم ونعرف ايه هو ما
تعريف الاغتصاب من اول وجديد، لان زي ما احنا شفنا في اخر 3 سنين 4 سنين حصل كميه اغتصابات مش زي تعريف القانون. دي نعمل فيها ايه اذا حصل اغتصاب بقى حد، اذا حصل يعني احنا محتاجين نحلل كل القضايا الاخيره ويحصل تعريف جديد في كل المفاهيم والتعريفات القانونيه السابقه، بدءا من التحرش الاغتصاب هتك العرض. كمان احنا محتاجين نتكلم على ده بشكل كبير. وفي قضايا بقى طبعا اكبر، برغم ان القانون ممكن يكون بيعالجها لحد ما، ولكن هي تظل تابوهات داخل مصر، وهي اغتصاب المحارم. القضايا اغتصاب المحارم هي بتزايد كبير، ولكن تابو ما نقدرش ان احنا نتكلم. وللاسف الشديد ولا ضحيه من اللي جت هذه المؤسسه بكل الاعداد ما عدا حاله واحده بس من 15 سنه هي اللي لجأت للقضاء، ولا حاله لجأت للمحكمه. لان طول الوقت المجتمع هيلبسها ان هي السبب، هي المجرمه، هي اللي اكيد لابسه ايه، هي اللي اكيد بتعمل فتنه في الاسره، ولان كمان العار هينال كل الاسره. موضوع العنف ضد النساء كان دايما هم للحركات النسائيه وللمجموعات اللي بتناضل من اجل حقوق المراه من زمان، باعتباره هو تقريبا التجسيد الاعلى لفكره التمييز. يعني لما بنتكلم على التمييز ضد النساء بنتكلم على تمييز قانوني، تمييز يعني عدم مساواه بالبلدي، يعني بنتكلم عن تمييز قانوني في القوانين، بنتكلم عن عدم مساواه في الاجور، بنتكلم عن عدم مساواه في العلاقات القانونيه، علاقات التملك، علاقات الزواج، ان دايما في حقوق اكتر للرجال من ناحيه قانونيه، وده وبيأيد هذه الحقوق القانونيه ممارسات اجتماعيه. لان المجتمع بيبقى دايما دايما بيبص للبنت اللي اتعرضت لعنف جنسي على اساس ان هي اللي غلطانه، بيغلطها عشان هي كانت لابسه كذا، ولا ماشيه بالطريقه الفلانيه، ولا عشان هي كانت عايزه كده، ولا عشان ما قدرتش تدافع عن نفسها، بدل ما بيغلطوا الشخص اللي عنفها. ممكن تجري ورا الشخص اللي عنفها جنسيا او اللي تحرش بيها، وبعدين الناس تمسكه في الشارع ويقولوا لها سرق منك حاجه، فتقول لهم لا اتحرش بيا، يقولوا لا خلاص مش مشكله نضربه لك علقه ويمشي. على وبيقولوني يعني احنا جسمنا وان حد يمسكه ده حاجه اقل جريمه من هو يكون سرق مني. طب لو سرق مني انا هسامحه، لكن هو يلمسني دي مش هسامحه فيها. الطريقه للاعلام اللي يتناول بيها تلك الجرائم يعني مؤسفه للغايه لكذا سبب. لان اولا مفيش احترام على الاطلاق لاي معايير خصوصيه للناجيات او النساء اللي بتعرضنا للجرائم دي، فبنلاقي في اخبار كثيره بتنزل باسامي الناجيات والنساء اللي بيتعرضنا ليها بالكامل. اوقات كثيره لو عناوينهم معروفه بتنزل عناوينهم، بيتم تناول الخبر بطريقه ان هو خبر جنسي ساخن. بنوته في كليه الحقوق رايحه لابسه لبس ملوش علاقه لا بطالبه ولا ببنت ولا باي حاجه، مش عارف حاجه اسميه ايه، ده لبس رقصات. يعني ده اللفظ المهذب، لان اللفظ الثاني ابيح. ده لبس رقصات اللي هي رايحه بيه الجامعه، وانا حقيقه شفت الصوره وما ينفعش تتعرض. لبس خارج، لبس مستفز، لبس مثير، لبس يكشف اكثر ما يغطي، لبس يفتن اكثر ما يستر، لبس شراشيحي خالص يعني. ما ينفعش، ما ينفعش. بس الحقيقه الموضوع ما وصلش عند كده بس، فانا الومها والوم ابوها وامها اللي سمحوا لها ازاي تنزل جامعه بالنهار بالمنظر ده. لا الحقيقه البنت طبعا ماشيه تتهشك وتمشي تتغندر في الشوارع بتاعه الجامعه قدام الكليه، شافوها الطلبه التعبانين المكبوتين العرقانين اللي حالتهم بؤس. اسهل حاجه ان هم ينالوا من كرامه النساء، واسهل حاجه ان هم يحطوا كل المشكلات بتاعه المجتمع ان هم مش عارفين يعني يتصدوا ليها هي الستات. فهم ما يقدروش يتكلموا على تنميه، ما يقدروش يتكلموا على ان ما فيش تخطيط جيد، ما يقدروش يتكلموا على فساد، ما يقدروش يتكلموا على ازمه تعليم، ازمه، لكن يقدروا ان هم يقولوا الستات لهم ان هم تروح البيت، الستات هي اللي بتخلي الرجاله تتحرش بيهم، لكن ما بيتكلموش على ازاي ان الشرطه لم توفر امن وامان للمجتمع المصري.
ما يقدروش يتكلموا على ده، ما يقدروش يتكلموا ان الشباب ليه بيعمل ده. فطول الوقت هما بيقدموا عايزة للضحية، ما بيتكلموش على الجاني ده نعمل معاه ايه. بيتم الاستهانة بمثلا شكاوي النساء للشرطة، مثلا ست تعرضت للضرب في البيت من اخوها او من جوزها او من صديقها او من اي شيء، بنكد حالة استهانة بشكوى هذه المرأة وعدم اعتراف كده ان يعني ان اللي حصل لها ده تعنيف او جريمة. فالتجريم والقانون لوحده رغم اهميته الشديدة طبعا جدا جدا، لان دايما القانون بيبقى زي ما بنقول كده الستاب الاولانية او الخطوة الاولانية علشان نعمل تغيير اجتماعي. الدولة والنظام عنده مسؤولية ان هو بعد ما يخلص ويغير هذه القوانين ازاي يخلق قيم مساندة لتطبيق هذا القانون من اجل القضاء على العنف ضد النساء.